كمان امبارح في المحافظات كان في احداث مهمه، منها افتتاح موسم الصيد الجديد في بحيره البردويل والانتهاء من 83% من مشروعات الخطه الاستثماريه في البحيره، واخبار تانية من سوهاج واسوان وكمان من العريش. أخبار مهمة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء اللي تم فيها افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، وده انتهاء لخطة تنمية وتطوير البحيرة. كمان في شمال سيناء أعلنت مديرية الثقافة عن انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وده على مسرح قصر ثقافة العريش. الاحتفالات تضمنت عرض لفرقة السويس للآلات الشعبية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وأمسية شعرية للأدباء. وفي البحيرة تم الانتهاء من 83% من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021-2022 واللي قيمتها 1,300,000,000 جنيه، وخلال الربع الثالث من الخطة تم اعتماد 743,000,000 جنيه لتنفيذ مشروعات في قطاعات رصف الطرق والكباري وتحسين البيئة والكهرباء والأمن والإطفاء والمرور. في سوهاج تم الانتهاء من إنشاء 7 مجمعات لخدمة المزارعين، وده ضمن خطة إنشاء 30 مجمع خدمات زراعية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في أسوان أعلن الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3,063 مواطن ومواطنة مجاناً وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ضمن حياة كريمة، ده غير عمل التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً وكمان عقد ندوات توعوية للأهالي.